تمام. اهلا وسهلا يا استاذ عزه، اهلا بيك. استاذ مصطفى، مش عارفه اقول لك ايه والله، غير انه البقاء بالدوام لله. من وقت للتاني كنت بتابع مع حضرتك حاله الصديق والاخ العزيز الراجل الشهم محمود، الله يرحمه. بعزيك وبعزي الاسره. و لا اقول حاجه يا مدام عزه، محمود من اول ما دخل المستشفى من 70 يوم ايوه جمع اخواتي وقال لهم واولاده، وقال لهم انا حلمت بان امي وابويا جوني في المنام وقالوا لي مستنينك منذ هذا الوقت سبحان الله. وحالته بتتدهور الى ان يعني قضي الامر وانتهى، ويعني انا بعتبر ان ده تكريم من الله سبحانه وتعالى ونعم بالله انه اختاره الى جواره، واحنا راضين بقضاء الله. ويعني يكفينا ان هو قبل ما يتوفى قال ان انا لازم ادفن في بلدي. انا مش هدفن في مصر، انا هدفن في تراب بلدي، في قريتي اللي نشأت فيها وسط الغلابة. عشان كده النهاردة الاف الالاف من البشر الغلابة اللي كانوا موجودين كمية بشر في معايا على الشاشة في غير عادي يعني بلا حصر. وانا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي للدرعاية المحمود من اليوم الاول الحقيقة، والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحة واللواء عباس كامل رئيس مخابرات العامة والسيد وزير الداخلية. الحقيقة الناس دي ما سابتش محمود ولا في اي لحظة من اللحظات. واللي حصل يعني الحمد لله انه وعلى فكرة انا يعني بقول رجعت امبارح وعديت النعي قبل ان يتوفى وحضرت شنطتي، فمراتي بتقول لي انت بتحضر الشنطة ليه؟ من نفسك ولا الدكاترة كانوا قالوا لك؟ من نفسك؟ ابدا ابدا. مادام بتقول لي ليه؟ قلت لها انا عندي احساس ان اخويا النهارده هيفارقني. محمود كان بالنسبه لي يعني احنا روحين في جسد واحد. ده حقيقه. احنا انا عمري ما شفت انسان زي كده يضحي من اجل الاخرين. يطلع من 7 الصبح في حلوان كان حلمه انه يخلي حلوان ترجع زي زمان. وعشان كده ناس حلوان جم لغايه هنا باوتوبيسات وهم جايين في هنا وعاملين عمايل هناك. الله. فأنا الحقيقة يعني أخويا يستحق كل هذا التقدير وكل هذا التعاطف الإنساني لأنه طول عمره بيخدم الناس وعمره ما خدم نفسه بحاجة. ده حقيقة، وخلوق ومحترم وأجمل الكلام تلاقيه في محمود بكري الله يرحمه الله يرحمه. والله ما في مسؤول كلمني إلا قال لي عمر محمود ما طلب حاجة خاصة، طول عمره يطلب للآخرين للناس. يطلب للآخرين لكن عمره ما طلب لنفسه حاجة خاصة. فالحمد لله الحمد لله. أنا بشكر طبعا قناة صدى البلد، بشكر محمد دياب العنين وكيل مجلس النواب اللي من أول يوم الحقيقة ما سبناش، بشكر رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام رئيس مجلس النواب والأمين العام والوكلاء كل الناس دي الحقيقة كان ليها دور، محافظ قينا محافظ الأقصر اللي هو عادل يعني مش عايز أعدد كتير لكن الحقيقه احنا ممتنين لكل الناس دي، ممتنين للشعب المصري للناس الطيبه اللي كانت تدعي له في كل مكان في الكنائس والمساجد في مكه وفي المدينه. صحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد آخر لله. اخر كلمات كانت لمحمود، اولا لما يعني اللحظات بس اللي فاق فيها قال لكم الحلم وقال لكم وقال لكم هو عايز يدفن. ده قبل ما يدخل في الفوقان ولا اول يوم في المستشفى كان لسه كويس جدا وقال لنا هذا الكلام وجمع اخواته. ولكن اخر حاجه عملها انه جاب اولاده كلهم وقفهم وقال لهم بوسوا راس عمكم ده من بعدي، وكانه شاعر انه واول ما دخل العنايه المركزه جاب اولاده وقعد يودع فيهم واحد واحد، حتى الممرض خده بالحضن وقال لي قول لو اي حد زعلان مني هاتهولي، وكانه كان يشعر بالفعل بان يعني حصل خلاص. فربنا يرحمه ربنا يا رب. اللهم امين اللهم يعني اجعل له دائما كده كل التعازي لكل البكري في انا وفي القاهره وحلوان وفي كل مكان يا استاذ مصطفى. شاكر كرمك يا معزه، شاكر الحمد لله. وطمنا عليك انت بس من الاصابه. انا كويس والحمد لله. والله انا شايل النعش فهو يعني حد نزلنا في حاجه كده فوقعت، الحمد لله كله تمام الحمد لله يا فندم ربنا يخليك. الحمد لله شاكر كرمك. شكرا يا معزه، شكرا لله. اتفضل يا فندم اتفضل. بعتذر لحضرتك مره